لقاء النهاردة بستضيف فيه نموذج من النماذج الكثيرة بصراحة جدا للمرأة المصرية الناجحة. معايا نموذج هو مختلف، اختار مجال الشعر أو اختارت مجال الشعر والقصائد الشعرية، بتكتب باللغة العربية الفصحى وبتكتب أيضا بالعامية. قصائد نقدر نقول في كتير منها بتناقش قضايا تهم المرأة، سواء مشاكل سواء حتى أحلام وأمنيات المرأة، أيضا قضايا المجتمع. بتكتب من وهي طفلة، والجميل أنها لقت اللي شجعها وأنها كان عندها ثقة بنفسها أنها تهتم بموهبتها وتكتب وتقدم نفسها في مجال الشعر وتثبت نفسها، وحصلت على العديد من الجوائز، أخرها حصلت عليها من المنظمة العالمية إسيسكو كأفضل قصيدة في الوطن العربي، قصيدة يعني نسائية في الوطن العربي كله. والتفاصيل هنعرفها من ضيفتنا النهاردة الشاعرة هاجر عمر. أهلا بيكي. أهلا بيكي منورانا. يا سيدة شكرا جزيلا. أنا ما قلتش حاجة من السي في بتاعتك لأنها كتيرة، يعني السيرة الذاتية عندنا فيها معلومات كتيرة قوي. أنا لما هبدأ معاكي دلوقتي أنا عايزة أبدأ بالجانب الشخصي، مش علشان حاجة إلا إن إحنا لما بنستضيف نماذج زيك بنبقى عايزين نقول لكل ست وكل بنت، بصوا ممكن تنجحوا، ممكن تحققوا أمنياتكم. هاجر عدت بمراحل صعبة، عدت بصعوبات، لكن ثقتها بنفسها، موهبتها اللي هي أثقلتها برضو، قدمتها وخلتها تبقى متميزة وناجحة في مجال من المجالات اللي هي حابة تكون فيها. فأحب أبدأ أقول لك، كتبتي إمتى أول قصيدة؟ بدأت تحسي إنك مميزة في كتابة الشعر إمتى؟ أنا هبدأ من البدايات، والبدايات من محافظة البحيرة، مركز تاي البارود، من قرية أمليط. هذه القرية النائمة على ضفاف النيل. أنا كتبت قبل كده مقطع أبيجراما قصير كنت بقول فيه: إن كنت أشغلكم كثيرا فعرفوني، أنا بنت من ترك النهار على عيوني، بنت سيدة خديجة يأوي إلى شباكها سرب العصافير التي تعبت سفر، وببسمة نبوية ترضي جموع المتعبين من البشر، أنا بنت هاتيك القرى. نعم، أنا بنت هذه القرية المصرية، بنت الريف المصري الذي بالطبع يعني أثر فيا كثيرا، بنت الشارع المصري، بنت الحكايات، بنت دفء البيوت. كل التفاصيل دي كفيلة أنها تصنع شعر. أنت بتقولي لي بدأت تكتبي وأنت عندك 12 سنة. أنا كنت تحسي أنك مميزة؟ بدأ اللي حواليك، الأسرة مثلا، تحس بموهبتك، شجعتك ولا لأ؟ البداية خالص، إذا أنا كنت بكتب موضوعات تعبير في المدرسة جميلة جدا، وكان بيبقى دايما فيها تأمل وفيها أفكار غريبة، فلما كنت بقعد مع والدي رحمة الله عليه وكنت بعرض عليه الموضوعات بتاعتي، وهو كان بيزود لي، يعني كان يعني مثلا بيضيف لي ملمح تراثي في الموضوع، بيضيف لي ملمح ديني، بيخليني أضيف عليه ويفهمني أكتر. وكنا طبعا بنقعد مع بعض طول الأسبوع بنتكلم كتير في موضوعات الحياة المختلفة. يعني هو بصراحة بابا رحمة الله عليه تشكيل البؤرة الأولى بالنسبة لهاجر هو الأساس فيها. يعني شفتي بقى، أنا حبيت عشان كده بسألك أسئلة شخصية، حبيت أعرف إن في حد فعلا كان قدوة وشجعك، لأن أنت كنت صغيرة كان ممكن الموهبة دي أو التميز ده يفلت منك. لا، هو وقف عنده وأثقله. وأنا عارفة إنك كاتبة قصيدة لبابا الله يرحمه، وحننهي بيها إن شاء الله حلقتنا عشان تبقى أحلى ختام. طيب أنا إيه رأيك إن أنا مش عايزة أمشي بالترتيب، أنا عايزة أروح للجوائز على طول، وعايزة أروح، أنا عارفة جوائز كتير أخدتيها، لكن عايزة أروح لآخر جائزة وهي من المنظمة العالمية إسيسكو تحت رعاية عاهل المغرب محمد السادس، ودي يعني مش سهلة، وكمان إن أنت تكسبي فيها أفضل قصيدة في الوطن العربي، المركز الأول، المركز الأول عام المرأة 2021. كلمينا بقى. والله هي جائزة تم الإعلان عنها من خلال منصات التواصل ومن خلال وزارة الثقافة المصرية تبع البروتوكول الخاص مع منظمة الإسيسكو بوزارة الثقافة. وصلتني الجائزة وقررت أشارك فيها لأني مهتمة بالجانب ده جدا، وبقدمه وبكتبه دايما في أشعاري. طبعا شاركت 22 دولة بواقع 313 قصيدة بلجنة تحكيم دولية، مش من المغرب، لجنة تحكيم دولية. لجنة تحكيم دولية
والحمد لله انا يعني فضل الله عليا كبير، يعني حصلت على المركز الاول وتم ابلاغي، وكان سعادتي كبيره جدا في استقبال هذا الخبر، وكان خير بدء لهذا العام. يعني خير اكيد مبروك. جائزه صعبه المنال، اولا لجنه تحكيم دوليه، ثانيا عدد المشاركين كتير قوي ومنهم من المغرب، وهي كانت باللغه العربيه الفصحى. باللغه العربيه الفصحى وللناطقين بغير العربيه. اسمها ايه القصيده؟ هي سيدات الارض. هي سيدات الارض. نعم. طيب ممكن تمسكي المايك لو ممكن نسمع جزء ممكن منها، وفي عايزه تختاري حاجه تانية زي ما تحبي. ممكن جدا، يعني احنا عايزين نسمع كل حاجه يا ريت انت كتبتيها. هي سيدات الارض، تبقى الطريق إلى الكمال معطلة، تبقى الطريق إلى الكمال معطلة، حتى أتت أنثى الوجود لتكمل. هي سيدات الأرض، هي سيدات الأرض، في امرأة رأت سر الحضارة في الحياة المقبلة. هي أعذب الفردوس، أول جنة ضمت وليدا في الجفون المقفلة. تحنو على الدنيا برقة وردة، بنعومة العطر المقدس مرسلة. فعلام تجحدها القبيلة، فعلام تجحدها القبيلة حقها، ما الماء إلا فضل غيم أنذله. من يقصف الدفء الحنون بعنفه، ويقيم للضوء المنزه مقصله. من يهمل الزهر المضيئة، من يهمل الزهر المضيئة بحوضه، ذبلت حديقته وأطفأ منزله. ألقيت أسئلتي بحجر ضيق، هل اتسعت لكي تفيد الأسئلة؟ عمر من الآلام مر، ولم أزل أحيا بآخره لأنسى أوله. لا تسأل السفن التي قد ضيعت لما ضعت، لا تسأل السفن التي قد ضيعت لما ضعت، واسأل من أضاع البوصلة. لا تعتقد في الكبرياء تمردا، النخل يسمو ليس يجحد جدولة. وعلى يديها سوف يسطع حلمها مثل النبي، وسوف تهمس هيتله. وبوحيها الصوفي تبدأ قصة أخرى بألوان البهاء مرتلة، وستمسح الدنيا كآبة زيفها، وستستعين على البلاد مكللة. وإذا أشرت وأنت صامتة إلى هذا الوجود، يقول حسنك جملة. وستعرف الدنيا بأنك سرها الأبقى، وأنك بالنقاء منزلة. الله عليكي، الله عليكي على كمان الأداء وعلى الكلام. إيه الإنصاف والتبجيل للمرأة ده؟ ما هي سيدات الأرض بقى. بس أنا عارفة أنك بتكتبي للرجل برضو وبتنصفي الرجل، ودي نقطة هنرجع لها يعني. بس أنا عايزة أتكلم على قد إيه مهم هذه الجائزة أو مثل هذه الجوائز في الشعر، وفي الشعر النسائي، وإظهار إنجازات المرأة في هذا المجال. أنا بحس إن هو بيعيد أمجاد الماضي للمرأة، لما كانت الأديبة، ولما كانت الصالونات الأدبية، ولما كانت المرأة مبدعة في كافة مجالات الفن. فأنا شايفة إن ده كمان نوع من أنواع التواصل الإنساني بين الشعوب والفني، خلينا نقول المغرب والبلاد الأخرى وإحنا خلينا نقول في البداية إنه الجوائز لا تصنع شاعرا. لو ما هو ما كانش شاعر في البداية متميز، هي لا تصنع شاعرا. ولكن هي الجوائز نقطة ضوء منيرة تلقى على هذا الشاعر.
بتقدم اعمال الشعر بتعرفه بالناس. بالظبط بالظبط كده. فلما احنا بنقدم، لما انا كنت مشاركه في جائزه امير الشعراء في مسابقه امير الشعراء في ابو ظبي، مش بس يعني اخذنا، كانت القيمه قيمه ماديه، قيم انسانيه مضافه لينا، لان احنا بنعرف شعراء وبنتواصل انسانيا مع ناس كتير من كافه الاقطار العربيه، كل دول بيساعدوا في اثراء التجربه الانسانيه وبالتالي التجربه الشعريه. ايوه. يعني افهم من كده كان في جائزه تانية حضرتك هي ذكرتيها، في جوائز اخرى، بس عايزاكي تقولي لي قصيده انت تكوني حافظاها، حاسه بيها، حافظاها حتى لو كانت في بداياتك، في قصيده عاميه مثلا؟ حضرتك قلت لي ان انت عايزه تعرفي في البدايات. انا في البدايات طبعا في مدرسه ابراهيم صدقه، المدرسه الابتدائيه والابتدائيه ومدرسه مدرسه الاعداديه ومدرسيني ومركز الشباب والمكتبه، يعني كل ده يعني كلهم كانوا بيتحالفوا ان انا اكتب اول سطر. أيوة. فانا كتبت اول حاجه، كانت عندنا مسابقه في المدرسه او حاجه عيد الام وكده، فقالوا لي احنا كنت بلقي شعر، فقالوا احنا مش عايزين القاء شعر، احنا عايزين بقى ايه تقولي لنا قصيده خالصه من تاليفك من البدايه للنهايه. أيوة. فكتبت حاجه كده، كان وقتها طبعا المرحله العمريه اللي انا فيها اغلب الافكار اللي بتدور في بالي انه فكره الحماس، القصائد الحماسيه، القصائد اللي مهتمه اكتر بالقضايا مثلا العربيه، قضيه فلسطين وقتها، هكذا. فكتبت حاجه بقول فيها يلا يا جيل النصر تعالوا، يلا يا أحلامنا وأمانينا نرسم أحلام مستقبلنا ونمد لقدام خطوينا، إحنا شباب الجيل الصاعد أقدامنا بتسبق أمانينا، أزهار تتفتح في ربعها قصة حب جميلة لسينا، تشكى والمكتبة أعمالنا والأهرام دي رمز ماضينا، والمستقبل اهو قدامنا صوت المجد بيصرخ فينا، يلا يا جيل اكتوبر يلا حقق ذاتك اثبت لينا ان الشعله هتفضل ايده والاحلام هتطولها ايدينا. الله عليكي. فعلا الشعر ممكن يأثر، ممكن زي ما القصيده اللي بتقوليها دلوقتي بتشعل الحماس والمشاعر، تؤجج المشاعر. سؤالي هو ممكن يكون فعلا ليه نفس تأثير الدراما في القضايا المجتمعية، في القضايا العامة، يصلح ما يعني ممكن يكون ليه هذا الدور؟ الشعر فن من كل الفنون دي، يعني طبعا بيأثر، وطبعا في بعض الأوقات الشعر كان دليل تاريخي للمجتمعات، يعني من خلاله، من خلال القصائد اللي بتوصل لنا بالتواتر احنا كنا بنعرف المجتمعات دي عايشة ازاي، الريف، الحضر، البادية، كل ده كنا بنعرفه يعني مثلا بالمفردات وبالقضايا اللي كان بيطرحها الشعر وقتها، واتباعا بقى اتباعا لحد عندنا. طبعا الشعر اهتم كتير بالقضايا العربية وكتبوا حقق عنها كتير، والحد عندنا احنا برضو بنكتب، هو الرواية طبعا اكتر بتكتب بشكل تفصيلي اكتر، الدراما او الرواية او الشعر العامي ممكن يوصل اكتر من الفصحى، لكن عموما الشعر ليه تأثير. بتحسي ان ليه اقبال من الشباب لما بيكون في ندوة شعرية، لما بيكون في اقبال من الشباب بيفهم بيتأثر بيحاول يقرأ شعر، ولا محتاجين ان احنا نلقي الضوء عليه اكتر؟ وحضرتك اثرتي نقطه مهمه وقضيه محوريه، وهي يعني في البال اليومين دول، لان احنا في بنتابع الفعاليات العرس الثقافي المصري في معرض القاهره للكتاب، يعني تجربه جميله جدا قدمها الشاعر سعيد شحاته، وهي نزول الشعر الى الشارع. يعني خرجنا من الغرف المغلقه وعملوا مسرح ستيج في الشارع، والشباب توافد عليه بشكل كبير جدا واستمتعوا جدا وتواصلوا وتفاعلوا معاه. احنا محتاجين نقدم الشعر كمنتج، كسلعه نتم الترويج ليها، بحيث ان هي الشعر بيعمل تغيير الوعي وبيعمل تكوين جمعي، ثراء ثقافي أمزق. يعني طبعا وتوعوي. وبعدين فكرة حلوة أيوة خارج الصندوق، إن أنتوا بتقولوا يعني فعاليات معرض الكتاب روحتوا للشباب، أنتوا في الأول ده المطلوب، أفكار زي كده تروحوا للشباب لما يسمعوا، لما يعرفوا، لما هيعجبوا
بيه وهي يعني هيقدروا قيمته، هيروحوا هم وراكم بعد كده. نعم نعم نعم، تصديره كسلعه يعني. أيوة. ترويج لها، وضروري انا من هنا بناشد بقى انه ضروري تفتح المنابر الاعلاميه بشكل اوسع للشعراء، يعني ليعرضوا اشعارهم وتكوين وعي جمعي للمجتمع يعني. ايوه. طيب احنا كنا متفقين على قصيده هننهي بيها لقائنا، يعني لما كنا بنتكلم عن دور الوالد، ويا ريت كل اسره يبقى فيها يعني شخصيه زي دي مؤثره، سواء الوالد او الوالده، دوره في حياتك، دوره في نجاحك، دوره في تشجيعك في موهبتك وفي تعزيز ثقتك بنفسك، لعب ادوار كتيره قوي. فاخترت ان انت تنهي قصيده انت كتبها ليه لو امكن. ممكن بابا رحمة الله عليه هو النموذج الفريد للرجل، يعني صاحب إضافة كل قيمة حقيقية لشخصيتي، وأنا بشكره أولا وأخيرا من البداية للنهاية. ومستغربوش أني بشكره طبعا، لأن روحه بتحوطني طول الوقت ومعايا يعني في كل تفاصيل. هقول قصيدة الغياب. بعدا ولكن لا أراك بعيدا، بعدا ولكن لا أراك بعيدا، تختار ثوبا للحياة جديدا. الأرض تختار الغياب، فحددت يوما فأصبح في السماء العيد. قل للذين لديك، قل للذين لديك، بنتي هاجر في الأرض بعدي لا تريد وجودا. زمني مصاب بالموات، برغمه أحياك أنت لكي أزيد خلودا. بللتني بالأخضر النبوي في حب رحيم، فانصهرت سجودا ولك انتسبت، ولك انتسبت. البنت نكهة والد أهدى مزامير الهدى داوودا. ما كنت تقبل أن أكون وحيدة، والآن تختار الخلود وحيدا. ماذا وجدت هناك؟ ماذا وجدت هناك؟ هل حورية أنستك أمي والهوى المشهودا؟ أنا لا أظن، فمن كمثل محمد أوفى انتماء طيبا وعهودا. إني بملء الروح أنطقها أبي، وأكرر الترتيل والتجويد، فلعل باسمك آية، ولعلني أحتاج عمرا آخرا لأجيدا. تدري أحس أنا بعجز كامل، تشتاق موسيقاي فيك العودة. أغمضت أبصارا وليس بصيرة، زف الملائك يومك المشهودة. ما غبت مني، لم تفارق ساعة، يا واهبا لملامحي تحديدا. أنا نظرت إلى السماء توردت، أنت الذي منح السماء ورودا. أوحشتني جدا، وقلبي ظامئ، تعب الحنين وما تعبت صعودا. يا سيد العذب، العذاب يحيط بي، إني أرى كل البيوت لحودا. إني أراك ونن عيني كعبة، تشتاق طائفها أبي ليعودا. الله يا هاجر عليكي، أولا الله يرحمه، ويكفي إن هو سايب لنا موهبة، وقد إيه الموهبة جميلة لما نعبر عن كم هذه المشاعر بالكلمات.
رحمه الله بتخلينا عليك. كلنا نتمنى ان احنا نبقى موهوبات زيك. شكرا بشكرك جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا ليكي والف مبروك ويا رب مزيد من الجوائز. شكرا جزيلا يا استاذ. بختام فقرتنا او لقائنا على الهواء